مشاهدينا، عيد المحيربي مخترعة عالمية تفوق فريقها المستقل والممول ذاتيا على أفضل فرق المخترعين في أفضل جهات الابتكار في العالم التي يتوفر لها كل شيء، وهو ما اعتبرته مصدرا للفخر والثقة. نعم، وتأمل عيدة أن تعمل الجهات المعنية والشركات على استقطاب المبتكرين والمخترعين من الشباب وتنمية قدراتهم وتذليل العقبات أمامهم واستثمار مخترعاتهم ومبتكراتهم لتكون رسالة لتشجيع وتحفيز كل عنصر من عناصر منظومة الاختراع والابتكار وتعزيز الثقة في مستقبل أفضل. 45 اختراعا عالميا أنجزتها الإماراتية عيدة بطل المحيربي وفريقها العلمي، وهو رقم كبير مقارنة بفرق مخترعة في جهات دولية مشهورة بالابتكار، حيث أظهرت بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية على موقعها الإلكتروني خلال الفترة من الأول من يوليو عام 2010 وحتى 10 يوليو الماضي، لم ينجز أي فريق في العالم ما يساوي العدد الذي أنجزه فريق المحيربي أو يزيد عليه. إنجازنا هذا ما يقارن بأي إنجاز، ما يقارن بأي فريق ممكن يكون على مستوى العالم، لأن الفرق الثانية تكون عندها فرق داعمة، نحن ما عندنا ولا فريق داعم، نحن ثلاثة نسوي كل شيء من البداية للنهاية، من الألف إلى الياء. أتمنى أني في يوم من الأيام أكون عندي فريق كبير من عيال البلاد يمشي وياي إيد بإيد ونبني، لأن عندنا الخطط اللي انحطت، الاستراتيجيات الكبيرة اللي هي أساسها نحن ندخل في مجال الاختراعات ومجال الإبداع ومجال التصنيع وغيره، محتاج إلى جهود مش جهد فرد واحد. الفريق يعد الوحيد في العالم الذي تمكن من الابتكار في 6 مجالات، مقدمين اختراعات متميزة كما ونوعا، وهو يحتل المركز الأول عربيا كفريق مبتكر، والأول في دولة الإمارات كجهة مبتكرة، والخامس كجهة ابتكار عربي. طبعا احنا عندنا 6 مجالات من 8 مجالات تصنفها الوايبو وتصنفها المكاتب الدولية للاختراعات. المجالات الستة هي احنا الوحيدين بالعالم اللي اخترع في 6 مجالات، عادة اقصى اشي يخترع فيه بالنسبة للفرق المخترعة في العالم هو 3 مجالات. المجالات اللي عندنا مجال الاتصالات، مجال المواصلات والنقل، عندنا مجال الفيزياء، عند الأجهزة المنزلية، الأجهزة المكتبية، عندنا حتى الطائرات اللي تم التحكم فيها عن بعد للاستخدامات المدنية، لنا مجموعة من الاختراعات، وإحنا هلا الأكثر اختراعا بالمجال هذا على مستوى العالم. أقام الفريق بتمويل ذاتي أول مصنع لأول ابتكاراته، وهو عبارة عن مجموعة متنوعة من أغطية الأكورديون للمركبات بأحجام ومقاسات مختلفة. تعتبر عيدة أن ما تقوم به جزء بسيط من واجب رد الجميل للوطن لما للمخترعين والمبتكرين من دور في تقدم الأوطان ونهضتها، وترى أن هذا التفوق يعد إنجازا لكل إماراتي وإماراتية. عيدة بطل محيربي حاصلة على بكالوريوس محاسبة في جامعة الإمارات، تعمل حاليا رئيس قسم الحسابات المالية في شركة زادكو بأبوظبي، وهي أول امرأة خليجية احترفت لعبة الجولف. عندما يجتمع الشغف العلمي مع الفكر الخلاق والطموح، فإنه يثمر عن سلسلة من المخترعات المتفردة لتسطر اسم الإمارات في ميادين الإبداع. ندى الرئيسي، علوم الدار، دبي.